نروح لاخبارنا، هنبتدي بالسكواش. السكواش الحقيقه عندنا نجمنا ولاعبنا الكبير الصغير سنا والكبير دلوقتي في المستوى مصطفى عسل، دي صورته. مصطفى عسل نجمنا استطاع انه يتوج ببطوله الجونه الدوليه، وعايز اقول لكم بطوله الجونه دي بطوله عالم مصغره، نفس الدروب نفس اللاعبين كانوا بيلعبوا بطوله العالم في القاهره منذ ايام. مصطفى عسل فيها خد الثالث، راح على بطوله جونه خد الاول، والبطوله اتلعبت من 27 مايو لحد 3 يونيو. مجموع جوائزها كام؟ مجموع جوائزها 180,000 دولار. ايوه الرقم اللي حضراتكم سامعينه، مجموع جوائز البطوله 180,000 دولار، رقم كبير جدا. ده طبعا بول كول في المباراه النهائيه اللي استطاع المصنف رقم واحد في العالم استطاع يفوز عليه مصطفى عسل، وجاءت نتيجه الاشواط 11-8 11-9 11-5 في ماتش قعد حوالي 71 ساعه. الجميل ان مصطفى عسل مشواره ما كانش سهل، لعب في الاول فوز على زميله في المنتخب مصطفى السرتي، وفاز بعد نتيجه عليه 3-1، وبعد كده فاز على الويلزي جويل ماكين بنفس النتيجه، وفي دور الثمانيه فاز مصطفى عسل على البيروفي ديجو الياس وفاز ب 3-2، وبعد كده فاز على زميله في المنتخب علي فرج بنتيجه 3-1 في قبل النهائي، ثم النهائي قدم مباراه والاروع مع النيوزيلندي بول كول وفاز بثلاث اشواط نظيفه. وعشان نهنيه مصطفى عسل معانا على التليفون، الف مليون مبروك يا مصطفى. كابتن هيثم مبسوط جدا والله ان مع حضرتك النهارده، ودعم كبير من اول يوم والله، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب بطولك. بقالي فتره يمكن ما كنتش عارف اكسب بطوله، بس الحمد لله بطوله يعني كانت عزيزه وغاليه والحمد لله. مصطفى يمكن انا قلت في الانترو، ما اعرفش كنت معايا التليفون وسامعها ولا لا، قلت ان هذه البطوله هي بطوله عالم، لان كل اللاعبين اللي شاركوا في بطوله العالم قعدوا في القاهره وقعدوا في مصر عشان يشاركوا في بطوله الجونه، كلامي ده صح؟ اه طبعا، يعني احنا بطوله العالم بتختلف اسمها بس عن بقيه البطولات، هي من ضمن برضو 7 بطولات البلاتينيه، يعني البطولات الكبيره بالنسبه لنا. كان يمكن نفس القرعه هي كانت في بطوله العالم، هي كانت في بطوله الجونه. البطوله كانت صعبه جدا، ضغوطات كبيره على اللعيبه، بنلعب على طول بعد يعني بعد 6 ايام من بطوله العالم، فالحمد لله ان هي مشيت بالشكل ده يعني. طب قول لي يا مصطفى، اصعب ماتش في البطوله ايه اللي انت يعني حسيت فيه ان انت يعني كان متعب بالنسبه لك؟ والله اخر ماتش بالنسبه لي ماتش بول كول، يعني ساعتها كسبت علي فرج وزميل في المنتخب وكابتن المنتخب، وماتش صعب جدا، بتلعب فاينل على ارض يعني على في مصر، بتلعب ضد واحد نيوزيلندي صعب جدا، فاهم يعني صعب البطوله تروح يعني على ارض مصريه كده، ومع ان هو طبعا قسم عنيد جدا لعيب قوي جدا، قدر يثبت الفتره اللي فاتت ان هو كان نمره واحد كمان من يومين يعني ولا حاجه. فلا الماتش كان صعب جدا، بس كان دعم كبير جدا بصراحه من الجماهير ودعم كبير من النادي الاهلي وحضراتكم، يعني الحمد لله قدرت ان هي تديني دفعه كبيره. انا يمكن والله قبل الماتش 3 ساعات ما كنتش قادر اتحرك من السرير، فعلا مجهود كان جبار الفتره الاخيره، يعني الكام يوم اللي فات دول كنت بلعب ناس تقيله زي ما حضرتك قلت، ديجو الياس مصنف تبقى 5 وجول بيكن وطبعا علي فرج، بس دفعه كانت يعني من الجماهير كانت في الملعب كانت عالميه وبره الملعب والله. صحيح. وقول لي برضو يعني يا مصطفى، احنا تابعنا المباريات ولاحظنا حاجه، يعني صلح لي لو انا غلطان، لاحظنا ان انت يعني بدات تتحكم في حماسك جوه الملعب، يعني انت كنت وانت صغير طالع 19 سنه و18 سنه كان يمكن الحماس والفتنس العالي ما شاء الله بتتميز بيهم، كان يمكن ما بتتحكمش فيهم بشكل او اخر، ولكن المباريات اللي فاتت في بطوله العالم وبطوله الجونه شفنا تحكم وثبات انفعالي كبير منك، انت اشتغلت على ده يا مصطفى؟ اه طبعا والله اشتغلت عليه، قلت خلاص اصل يعني خلاص الناس ابتدت تشوف ان في ظلم تحكيمي كبير كان بيحصل الفترات الاخيره. قلت طب انا يعني اكيد انا فيا حاجه لازم اعدلها، اكيد فيا حاجه لازم، مفيش حد كامل يعني، لازم في حاجه ممكن اشتغل عليها هم شايفينها الحكام انا بتاثر، ممكن مثلا تعادل في الملعب او مثلا اسلوبي في الملعب اي حاجه لازم اغيرها. حاولت ان انا اشتغل معاهم على قد ما اقدر، اشتغلت مع مدير الحكام فتره كبيره بحاول اعدل من ده، الحمد لله كانت في بطوله الجونه يعني بنت مع علي فرج في البطوله، قدرت ان انا اكسبه تاني مره، اكسبه فيها كسبني مرات كتير جدا، وكان اغلبها 3-2 كانت بتفرق على نقطه، الحمد لله تحكمت في، بحاول دايما احسن من نفسي الاحسن، وان شاء الله يعني نعتلي التصنيف ان شاء الله قريب يعني. ان شاء الله. طب قول لي يا مصطفى، يعني يمكن في المباراه النهائيه كان في حكم اسمه مسارو، حكم معروف جدا هو بيحكم، ويمكن شفنا كان في الوقت الفاصل كان في كوره او اتنين كان فيهم شك،
بس شفنا منك ان انت ما انفعلتش او ما رحتش ناحيه الجيم خالص من ناحيه حته التحكيم، يعني انت كان حتى النقطه بتتحسب عليك وسط استغراب كبير من الجماهير، ولكن كنت انت ما بتروحش ناحيه حته الحكم دي. لا مش عايز اروح والله، مش عايز اروح يعني. يعني احنا وصلنا لدرجه حتى ان هو يعني بيحطت حكم على الجنب عشان يشوف المضرب اتكسر ولا لا. فالموقف يعني الموقف كان بيضحكني بالعكس، مش يعني اللي هو خلاص يعني انا لازم اركز في الملعب، انا لازم اشوف حاجات تانية، مش لازم اتاثر. ده يعني كل الشغل ده شغلك ان هو ما تركزش في لعبك، ممكن تتشد مع حته تانية. طبعا هو انت بتلعب واحد نيوزيلندي برضو يعني في شويه، يعني ممكن الحكم ما يكونش عليك شويه، ان هو برضو في واحد على العالم، عندي حته برضو ان هي انت صغير 21 سنه وعند 30 سنه، فطبيعي الحكم يكون رايح يعني ممكن شويه ليه يعني من غير قصد يعني او حاجه. بحاول اهدى خالص، ما انفعلش، مفيش حاجه، الحمد لله الماتش يعني درجه الحراره في الملعب كانت صعبه جدا في الزونه طبعا، حر حر جدا، بس الحمد لله قدرت يعني ان انا فعلا كان دعم كبير جدا الجماهير والله بفضل ربنا الحمد لله في الاول، وبعد كده الجماهير قدرت ان انا احقق البطوله دي الحمد لله. الحمد لله مصطفى، والف مليون مبروك، وان شاء الله يعني جينا في الاستوديو نحتفل معاك بالبطولات دي. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك، شكرا لحضرتك جدا، وشكرا لجماهير النادي الاهلي بجد، يعني دعم كبير جدا فعلا منكم ومن الجماهير. مش قادر اقول لك يعني فعلا الناس كانت بتبعت لي ازاي، وكنت حتى مكسوف والله، وان انا لو خسرت حاجه تحصل حاجه، يعني فعلا ما كنتش هتضايق قوي يعني. ان شاء الله يا مصطفى. مصطفى عسل، نجمنا ونجم مصر في السكواش، بشكرك شكرا جزيلا، واحنا كلنا ثقه ان شاء الله هتبقى رقم واحد في العالم وتتربع على عرش السكواش سنين وسنين، خاصه ان انت عمرك صغير وسنك صغير، ما شاء الله ربنا يحفظك من الاصابات. الف مليون مبروك مصطفى عسل، لاعب النادي الاهلي في السكواش، واللي حصل على بطوله الجونه منذ ايام.